الحصاد الرياضي. رياض معرس، رياض يراوى، رياض شايكبر. البطولة الوطنية. بهي نفسه البطولات الأوروبية. لنيبا والغني il faut ce genre de but dans un derby de Manchester, il faut un héros et ce héros c'est Wayne Rooney. ومختلف الرياضات. ذهب 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 توفيق مخلوف يا سلام. الحصاد الرياضي كل اثنين مع ناصر غيمي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. أهلا بكم في العدد أو عدد جديد من برنامج الحصاد الرياضي والذي يأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة المستقبل عبر الموقع الإلكتروني franceallemustaqbal.dz. في هذا العدد وكما عودناكم سيكون لنا الحديث عن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس مع الجولة 21 التي شهدت تغير في سلم الترتيب باعتلاء وفاق سطيف منصة الرياضة وعودة اتحاد العاصمة إلى المنافسة على اللقب. كما ستكون لنا في هذا العدد جولة مع الملاعب الأوروبية من خلال نتائج دوري أبطال أوروبا، ونختمها بفقرة الرياضات الأخرى والتي سنتحدث فيها عن انتخاب السيد علي سليماني رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة السلة. ولمناقشة هذه المواضيع وأخرى يحضر معي في الاستوديو عثمان عميرات الذي سبق له وأن تقمص ألوان العديد من الأندية الجزائرية أهمها اتحاد الحراش واتحاد العاصمة. مرحبا بك عثمان. مساء الخير ناصر، ومساء الخير مستمعي الكريم، وشكركم على هذه الاستضافة. الله يخليك، ربي يحفظك. الله يخليك. إذن مستمعينا نبدأ بأول فقرة والخاصة بالرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ولكن بعد هذا الفاصل. البطولة الوطنية. هي نفسه رائع. إذن مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد. عثمان، نبدأ بالمباراة الأولى التي كانت بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف. المباراة شهدت انهزام فريق مولودية الجزائر بملعب الأولمبي 5 جويلية. كيف شفت هذه المباراة؟ والله شفنا لقاء تاع فريق مولود الجزائر ووفاق سطيف، ونشفنا نقول باللي توفق وفاق سطيف تكتيكيا، شفنا باللي عرف كيفاش يمص حاره كما نقولوا تاع مولوديه، فريق المولوديه، وين عرف كيفاش يجيري اللقاء في ذاته. شفنا الشوط الثاني وين نقولوا حنكه المدرب مادوي، وين استعمل طريقه لعب وين كانت جابت بالثمار تاعها. نبداو سنعود على الفريق وفاق سطيف، ولكن بدا فريق مولوديه الجزائر. شفنا الفريق دخل بقوه في الشوط الاول، ولكن بمجرد انه سجل الهدف الاول شفنا الفريق تراجع، وهذا اللي خلى علامه استفهام على اداء فريق المولوديه خاصه في الشوط الاول. والله صح سي فريك، شفنا مولوديه دخل بقوه وين سجل الهدف، ولكن ما عرفش كيفاش يسيطر المقابله، باسكو علاه في كره القدم كاين حاله كي تكون فيها بيان فو بروفيتي، وفي حاله كي ما تكونش مليح تعرف كيفاش تجيري هذاك لو مومون ديفيسيل تاعك، تعرف كيفاش تجيري. انا نقول فريق مولوديه الجزائر ما عرفش كيفاش كيما نقول يمشي اللقاء تاعو، ما عرفش كيفاش يلقى. صح دخل بقوه، شفناه سجل هدف هدف جميل من اللاعب منصوري الشاب، لو يؤدي مباراة رائعة. نتمنوا له عنده مستقبل كبير، ولكن في طريقة كيفاش سيطر اللقاء ما كانش في محله، وين شفناه ما يخفالكش باللي انا نقول بالك الضغط تاع الجمهور والضغط لومبلاسمون تاعو تاع الفريق مولود الجزائر
تلعب على الادوار الاولى سيطر ديفيسيل ايبورطون عندهم لاعبين عندهم خبره لازم يعرف يسيطر يعرف كيفاش يجيري اللقاء. لذلك تبقى نقطه استفهام على تاخر المولوديه على ارضيه الميدان. خلينا قبل ما نروح للهدف او تعديل النتيجه من فريق وفاق سطيف, ولكن علامه الاستفهام تبقى من خلال اداء فريق المولوديه. اداء المولوديه كما قلنا في بدايه البرنامج انه كان اداء مليح في بدايه اللقاء, ولكن بمرور الوقت شفنا تراجع. في الشوط الثاني شفنا فريق المولودية انتاز بهجومات نقوله بلي متسرعة, كانوا اللاعبين متسرعين فوق أرضية الميدان, وهذا ما استغلوا فريق وفاق سطيف. شفنا فريق وفاق سطيف في الشوط الثاني عاد بقوة. هل هذا راجع إلى أداء المولودية بحد ذاته, أم أن هذا المشكل يكمن في الحنكة تاع خير الدين مضوي, خاصة أنه شفنا فريق وفاق سطيف عاد في الشوط الثاني؟ والله رحت لواحد النقطه جد هامه وين قلت لي بلي فريق المولوديه الجزائر ما يعرفش ما دارش لا ديفيرونس بين السرعه والتسرع. هي شقول شفنا المولوديه سجل هدف, انا نقول تولي الضغط ضغط تفيق باللي اللاعبين باسكو علاش شفناه مام لقاءات من قبل وين يجي كيجي يلعب في 5 جويلية تما الفريق اللي يكون يلعب لي بريميرول لازم هو يدير اللعب سي طري ديفيسيل. الفريق اللي يكون يلعب في ميدانه لازم يدير اللاعب لازم يحوس على الحلول. تلقى لا بلوبار لي كلوب اللي يجوا يلعبوا كونتر المولوديه يلعبوا كاع بالدفاع متاخر ويلعب بالمرتدات بالمرتدات, هادو هما تصعب المأمورية لمولوديه الجزائر. انا نقول مولوديه الجزائر مازالت عنده ناقص فيها خبره باسكو علاش الفريق تبدل شويه تسمع عنده وقت مازال له وقت شويه. انا نقول بالك فريق مولودية الجزائر تصيبهم العام الجاي, عندهم لاعبين مستوى ما عرفش كيفاش مولودية صافي لونطون كما شفناهاش بهاد الكلاسمون اللي راه فيها العوام اللي فاتوا كان يلعب توجور في ميليو دو طابلو. صح كيفري كانت عنده لا روسيت العام اللي فات في كوب دالجيري, ولكن في البطوله ما كانش في البطوله ما كانش اداء كبير. نقول انا المولودية شغل مازال ما داش هذيك الثقه, هي في الاكستيريور يلعب مليح مي في الملعب تاعو لا درجه الى ضغط الجمهور هذه يولي هي تولي ضغط الجمهور. وتنيا حاجه البلاسمون اللي راه فيها الكلاسمون اللي فيها يكذب عليك تكون تلعب لي بريميرول ولا تلعب الهبطه امبريسيون خاصه الفرق ما راهش كبير البريسيون تيريبل. وهادو هما اللاعبين اللي باش يوالف هاد الامور هادو لازم تكون عنده شويه خبره وتكون عنده شغل مام المجموعه. انا نقول في فريق المولودية الجزائر في الامور هذه بالك انا نقولوا يقولوا باللي الملعب تاع 5 جويليه ما يساعدهمش باسكو ما يساوش فيه. تروح البولوغين العام اللي فات يقول لك باللي عندنا ضغط ملعب ضيق. انا نقول عندهم وقت بالك مازال شويه خدمه هاد الامور هادو ما باسكو علاش كتقول بولوغين من بولوغين فيه لا بريسيون فيه لا بريسيون. انا جو بونس 5 جوي يعرف كيفاش باسكو لا كاليتي دو جوار كاينه في المولودية عندهم لاعبين لعبوا في مستوى عالي تسمع عندهم دي جوار اللي لاباس بهم اللي كانوا برهنوا من قبل في النيفو هذا. نروحوا الفريق وفاق سطيف شفنا الوفاق فانه كان غائب في الشوط الاول. في الشوط الثاني عاد في النتيجه سجل وعد النتيجه عن طريق ضربه جزاء من طرف رشيد ناجي. فريق الوفاق نقوله بأنه استغل تراجع فريق المولودية وهذا مكنه باش يعدل النتيجة. والله يا ناصر كنت حطوا الفريق وفاق سطيف أنا حسن لي شرف لعبت في الفريق هدايا عنده تقاليد في كرة القدم باسكو علاش فريق وفاق سطيف الجولات الأخيرة هدي عاود ولا شفناه لي 3 ماتش ولا 4 ماتش الاخرين من كي ولا مادوي عطى استقرار للفريق. اسمه كان من ديبي سيزون ما كانش مليح كانت بدايه صعبه للفريق كان ولكن عوده مادوي عطى استقرار للفريق ونشفناه بلي يدي نتيجه ايجابيه. وين مام في اللقاء هذا تاع مولودية الجزائر كي جا لهنايا جا اون استراتيجي على بالو شاو يحوس مادوي وشفناه في الشوط الثاني شوط المدربين وين استعمل طريقه يلعب بالمضادات ولكن هكذاك وكان عندهم ناقص لاعب لاعب ولكن بقى يلعب بالمضادات يلعب الدفاع. شفنا ان الفريق ما تاثرش مام فيزيكمون اللاعب ولكن هذا يمد لك صوره على فريق وفاق سطيف انه الفريق عائد تدريجيا خاصه انه البدايه تاعو كانت صعبه ولكن مع مرور الوقت ومع مرور الجولات شفنا ان الفريق يعود. بيان سور ناصر لي غرون كلوب سي صا ميم تكون جوز مرحله فارغ ولكن يولي شفنا فريق سطيف هاي ترى له هكذا شفنا في ديبيت سيزون ما كانش مليح
لي ماتش الاخرين هادو عاود ولا. وهنا تبين باللي فريق رئيس نقول لك حاجه ناصر مام فريق واسمه الرئيس رئيس النادي حمار حمار عرف كيفاش على باله باللي جاب المدرب اللي يعرف البيت باسكو الوقت ضيق بطولة قريب تخلاص فهمت. انا اقول اختيار تاعو عوده المدرب خير الدين ماضوي مع اسمه مالك زرقان انا اقول بلكي فون فير مال. وهذيك يا شوفه ميم لا ديكلاراسيون تاع المدرب قبل قالك نجي للجاي باش بثلاث نقاط بثلاث نقاط وعلى باله واش كان يحوس قرا طريقه اللعب مولوديه الجزائر باسكو على باله بلي مولوديه الجزائر صعيبه في سان جوي دير اللعب. شفنا لي ماتش الاخرين هذوما لا سول اللي شفناه لعب مولوديه لعب اللعب باداء وربح باداء كونتر في ماتش دو كوب دافريك هذاك وين شفناه بان. ولكن في البطوله ما قدرش انا شفتو مع اللقاء تاع مع نصر حسين داي نصر حسين داي ما قدرش يصنع اللعب يعني يطيح مع ايكيب لي ديفوندي مليح وتغلق الثغرات وتصعب له المولوديه باسكو علاه كي تكون تلعب في الميدان تاعك تي اوبليجي انت دير اللعب اغوش يا دروات وانت تحوس. هو اللعب تاع المولوديه اللي يلعب اللعب الطويل هذاك ما يساعدش الفريق مولوديه الجزائر. نقدر نقولوا بانه خير الدين مضوي قرا فريق مولوديه الجزائر وقرا اللعب. ولكن النقطه الايجابيه كذلك انه اللاعبين بعد طرد اللاعب لاعب فريق وفاق سطيف ما شفناهم متأثروش في داخل الميدان. ناصر كنشوفوا الفريق تاع وفاق سطيف العشر الاواخر عشر لي ديزون هذو الاخرين هذوما فريق كبر لعب لي كوب دافريك دا خبره عنده خبره بدات بالكؤوس العربيه بالكؤوس العربيه ثم مشات بالبطوله الوطنيه 2006 نعم 2006 انا نقول لك فريق هذا تبنى باسكو نقطه تحول في الوفاق في 2006 انا كنت معاهم في كوب ضرب هذيك وانت حصلنا على كوب ضرب والشامبيون الاردني الاردني وين شفناه ملتم الفريق بدا يكبر شفناه باللي دا خبره كبيره ووينال بزاد كوب افريكا شامبيونز شامبيونز ليغ افريكا هذيك سي تري ديفيسيل. انا نقول باللي عنده كما نقولوا يوناسيس ناسيس وين ويدي بطوله تما بكبر فريق وفاق سطيف كبر بزاف. عثمان قبل العوده لحظوظ الفريقين في هذا الموسم ولكن نعود الى نقطه اخرى مهمه جدا هي نقطه التحكيم مرة أخرى التحكيم في قفص الاتهام كيف شفت أداء عبيد شارف؟ والله يا ناصر راشاك فو احنا نرمو سلتو اللي كيب لي تخسر ولا دائما المشكل يعود للحكام نمسحو الموس في, 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 في التحكيم هادي نقولك حاجة بالك الحاكم هادي يقدر يخطأ شفنا احنا يا الاخطاء اللي كانوا باينين مع الفريق نصر حسين داي واتحاد حراش وين شفنا غلط اعطى لهم نصر حسين داي دو بيناتي ما اكزيستوش كامل. ولكن اللقاء هذا اللي شفناه الاخير ما نقولش شفناش اخطاء اثرت على نتيجه المباراه. انا نقول يا اخو الناس تخدم لازم كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو خاصه الصوره اللي شفناها بعد نهايه المباراه دخول هذا الامور هادو ما نشوفوه امور كيما هادو ما شاكين يتحمل المسؤوليه تاعو. خسرت هذا هو الفوتبول بول فيه الربح والخساره نتعلموا كي نربحوا نفرحوا كي نخسروا نعاودوا نخدموا باش نعاودوا الاسباب ما تروحوش ديجا للحاكم. الحاكم راه بني ادم ما هو يخطا كيما يخطا اللاعب يقدر يخطا الحاكم ولكن الحاكم احنا هضرنا عليها بزاف قلنا لهم بلا لازم يديروا كيما نقولوا دي ستاج واحد اخرين. انا رايحين الاتحاديه خدات قرار باللي زيد يديروا لا فيديو هاد الامور هادو حاجه مليحه باش تخفف على الحاكم. كيفاش تشوف بعجاله كيفاش تشوف حظوظ الفريقين في البطوله؟ والله مازالت البطوله مازالت الحظوظ المولوديه راهم 4 بوان صح نقولوا بالك مليح البور المورال الفريق وفاق سطيف هربت دوك هربا شحال ب 4 بوان واقيلا باربع نقاط مليحه المهم نقطتين على اتحاد بلعباس انا نقول باللي شغل مازال البطوله مازالت كم تنافس شديد هذه البطوله هذه حلاوه هذه حلوة. نروح مباراة أخرى عثمان مباراة أخرى بين أولمبي المدية واتحاد العاصمة. الاتحاد عرف كيف يعود من المدية بالذات كاملا بواقعية مكنته من تسجيل 3 أهداف كاملة. والله نشوفوا لقاء تاع اتحاد العاصمة مع مدية وين شفناها اتحاد العاصمة ولا من لا فيكتوار من لا فيكتوار تاع كونتر شباب الوز بزداد هذيك اللي خلات الفريق تمدى باسكو علاش جوز مرحله فارق صعيبه وين دار تعادل في بولو في مع فريق دفاع تجنانت هاد الامور هادو شفناه خرج خسر
أمور هادو ما كانش جوج مرحلة شوية صعبة سوتو في في العودة هذه مرحلة العودة في مرحلة العودة هذه كانت جوج فترة فارغ وين أطلت شوية على الفارق. شفنا هنا الفوز تاع كونتر السي ار بي وين أعطت ثقة استقرار الفريق ثقة راحوا المدية جابوا 3 بوم. ولكن حاجة بكت نقطة حبيت نروح لها وين نقول لك باللي الأهداف اللي سجلوها شكون سجلها مفتاح وتسمى دي ديفونسور مع كونتر سي ار بي. هنا تفيق باللي شغل لي زاتاكو ماهمش مشكل في الهجوم فيها شفناه ومفتاح كالعادة تاعو اللي يلعب بزاف لوفونسيف شفناه دوك دي ديفونسور لهم يماركو بزاف لي زاتاكو ماناش نشوفوهم. يعني تبقى نقطة استفهام ان الفريق الهجوم خاصة ان الفريق مقبل على منافسة افريقية تكون قوية. ولكن وعودة كان واحد النقطة اسمح لي ناصر نقول لك عودة بوخماسة اعطت الاستقرار في وسط الميدان لا نشوف ان الدفاع والوسط الميدان موجود في ولكن في لاطاك شويه في الهجوم ناقصه شويه. ولكن من خلال هذا الحديث عثمان هل يمكن القول بان الاتحاد خرج من الفتره الصعبه التي مر بها سابقا وان الفريق سيعود مستقبلا الى ما كان عليه سابقا خاصه في الموسم الفارط واللي هو كان بطل الجزائر الموسم الفارط؟ والله غادي نشوف فيها باللي اتحاد العاصمه يقدر يعاود يولي سورتو هو يعرف كيفاش يجيري لي ديربي لي ماتش ديربي تاعو ويقدر يدير ريزولطا. فريق مقبل على مباراه قويه في يوم الخميس. ولكن كان حاجه بك فريق تاع بين فريق مولود الجزائر واتحاد العاصمه كما نقولوا عقليه واحده اخرى ما تقدرش تمد حتى ولا تكون مثلا فريق محتل المراتب الاولى وفريق صافريان ديال نعم تبقى مباراه ديربي وكونترا مولوديه دوك تلعب كونتر عليها مولوديه الفارياجير. انا نقول لك يخرج ماتش قوي بين اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر. انا نقول باسكو علاه مولوديه كي تخرج موفي ريزولطا ترياجي تمتم. شفناها مع داروا موفي ريزولطا مع النهضه راحوا الباتنا ربحوا. سيني كيب لي ترياجي عندها لاعبين يقدروا ياجي وانا نشوفوا باللي يخرج ماتش كبير ان شاء الله ونشوفوا لي دوز ايكيب باسكو علاه عندهم لي دوز ايكيب عندهم ايفيكتيف ريش ان شاء الله نشوفوا ان بوم ان شاء الله باذن الله. اتمنى روح الفريق أولمبي المدية. الفريق شفناه أنه في بداية الموسم بدأ بقوة ولكن شفناه في تراجع نقدر نقول بين قوسين رهيب. ولكن هل هذا راجع إلى خبرة الفريق خاصة أن الفريق يلعب للمرة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى؟ هل هي راجع للخبرة أم أنه شيء آخر هناك شيء يحدث في فريق أولمبي المدية؟ شوف ناصر مثلا نتكلم عن الفريق المدية نقول لك فريق المدية بدأ ديرلالي ما شاء الله خرج ب 25 نقطة هكذا نعم. ومن بعد راحوا له طروا جوار هادو ما كانوا كلي في الفارق نتكلموا على حامية كان هداف في شباب الوزداد بالذات كان هو هداف الفارق. انت تستغنى على انا سي طري ديفيسيل وين تستغنى على كما نقول قلب هجوم اللي اعطاك الاضافه في مرحله الذهاب تسمح فيه ويقول لك باللي على جال دراهم نعم. الفارق باعوه باش يدخلوا شويه هو المدية يتمشى بالامكانيات تاعو امكانيه ولكن شغل في الشوط في هدف الروتور هذا صافا طري ديفيسيل فريق المدية. نقول لك علاش باسكو استغناو على ثلاث لاعبين كانوا مهمين في الفريق هذوما باش تعاود تبنيها في الروتور هذه ماشي صعبه. هادو اللاعبين اللي كانوا العام اللي فات ما جاوش هذا العام هادو اللاعبين هذوما ما عندهم مجموعه فريق المدية يلعب كمجموعه ما عندهمش لي ستار ولكن عندهم مجموعه وعندهم مدرب عنده حينكا هو يتكل بزاف على اللي جوا اللي يجيبهم اكوش اللي ما عندهمش اسماوات هو اللي يصنع فريق المدية هو اللي يصنع الاسماوات ويجوا دي جوار سامبل. ولكن نقول لك انا نشوف في المستقبل تاع وفاق تاع المدية اولمبي المدية سي طري ديفيسيل في الروتور هذه تجيهم شويه صعيبه باسكو علاش الروتور توجور يجي صعيب تلعب تلعب لي كلوب اللي راه يلعبوا على البطوله كان يلعب على باش يشد المانتيان تاعو. نقول لك انايا ماشي سهل. ولكن الشيء الذي يمكن ان ينقذ بين قوسين ينقذ فريق اولمبي المدية هي النقاط اللي جمعها في مرحلة الذهاب هذه كي سلكتهم بزاف ولكن نقول لك حاجة مم هكذاك ما نش نشوفها سهلة نكونوا صراحة وحنا شغل باسكو علاش تخسر 3-0 زاد كان مقبل خسر راح خرج لك سيرور خسر هاد النقاط اللي يروحوا لك في ستادك سي تري امبورطون. دوك الفريق اللي يخسر في ستادو راه تجيه صعيبة ما لازمش تخسر في ستادك لازم تربحها باش انت وموت تلعب تروح على الاكستيريور تحوس تجيب نقطة ولا تربح نعم.
فهمتني هذا صعب. أمر صعب شوية. نروح المباراة أخرى عثمان، مباراة أخرى شهدت مباراة بين فريق اتحاد بالعباس وشباب قسنطينة. اتحاد بالعباس يحقق الأهم باستغاثته لهذا لفريق شباب قسنطينة ويفوز بهدف مقابل صفر لينفرد بالمركز الثاني. والله كنت كلمه على فريق بالعباس جوتير شابو لهذا الفريق، خاصة المدرب تاعه شريف الوزاني. شريف الوزاني بعمل جبار والله يا ناصر. كنا نشوفوا الفريق هذا كيفاش بدا ديبي سيزون، كانت بداية صعبة جد صعبة. فريق شاب عنده لاعبين، ما عندهمش لاعبين عندهم اسماوات كبار. انا نقول شريف الوزاني الى كاين اكسبيريونس، تخدم مع فريق واسمها بارادو وين كان يلعب بالشبان. انا قلت دا هذيك العقليه داها النمديه وين شفناها ويدير ريزلطا. ومن بعد جازوا واحد خمس جولات ولا ست جولات في مرحله جد صعبه بدا، ومن بعد الفريق تاعو بدا يدي لا كونفيونس، ربح مع اتحاد العاصمه في كأس، في الكأس الجمهورية. ربح في اتحاد الحراش، شباب الوزداد، شمال لي ريزلطا تاعهم ما جاوش وازار، وزاد كونفيرما مع فريق قسنطينة. قسنطينة اللي تلعب على السقوط، على السقوط ماتش ما ماهوش سهل. شوف الفريق اللي يحب تما جاتو يونيكيب، نعطيك اكزومبل كيما سول بالعباس جاتو قسنطينة ربحها. نعم. باسكو انا نلعب لي بريمير رول لازم لي فو با، ما لازمش تراطي، لازم نضيعها، ما لازمش نضيعهم. الى بروفيتي لوكازيون، وين انا نشوفو باللي الكلاسمون تاعو يتحدث على فريق بالعباس، وين شفنا هادويا يلميريت كاع يولي اللاعبين والمدرب تاعهم. انا نقول عندهم ام في طريق صحيح، سونيكيب لي ابهرتني هذا العام. شريف الوزاني عثمان انه صرح بعد نهاية المباراة أنه غير راضي على الأداء بغض النظر عن والله النتيجة، ولكن التصريح الغريب أنه شريف الوزاني بعد نهاية المباراة صرح وقال بأن هدف الفريق هذا الموسم هو البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، رغم أن الفريق يحتل المركز الثاني. ناصر كنت حدو نشوف أنا لا ديكلاراسيون تاع المدرب اللي منطقي. علاش؟ هو صح سيفري هذا العام، هو هذا العام اللي طلع وكانت عنده اكسبيريونس فريق بالعباس، كان طلع عاود هبط في العام تاعو، هبط هبط باسكو على جاب لاعبين كبار ودير لا بريسيون ولعب لي بريميرول وكذا، حتى شفنا الفريق لعب في النزول. ولكن لا ديكلاراسيون تاع المدرب هذا سي اونتيامون داكور ما باش ينقص شويه على الضغط على اللاعبين، باسكو علاش على بالو بلي لا بريسيون كي تكون عندهم فريق واسمو الجمهور. نعم. جمهور تاع بالعباس في كل مباريات نشوفوا ان الملعب تاع فريق اتحاد بالعباس تقريبا ممتلئ. وشوفوا الجمهور تاع بالعباس يدير عندهم امبريسيون، يحبوا الفريق تاعهم، هو باش ينقص الضغط على الفريق تاعو على اللاعبين تاعو. قال لهم انا نلعب على المانتيا وشوي اونتي انا ضمن بنوف ب 36 نقطه انه ضمن البقاء في القسم. هو الاوبجيكتيف تاع المدرب ولا تاع الفريق الاولاني كاع واش هو؟ هو تضمن لو مانتيا تاعك في القسم الاول، ومن بعد باش تحوس على البريمير على الادوار الاولى. على الاول انا هذا حاجه منطقيه، المدرب اللي يكون يعرف يخدم يحوس يقول لك انا نضمن البقاء تاعي، ومن بعد موراها في 36 بوان من الفوق نحوس اسكو نلعب لي بريميير كما حدث لفريق شبيبه الثوره الموسم الفارق. انا شوفوها نروح. نعم. نعم. للفريق شبيبه او شباب قسنطينه، نقطه الاستفهام تبقى على هذا الفريق. نقولوا الحظ في هذه المباراه بدليل ان اللاعب زرار ضيع ضربه جزاء في الشوط الاول، ولكن ماذا ينقص فريق شباب قسنطينه كي يحدث ذلك الديكليك الذي يمكنه او بامكانه من خلاله ان يخرج من المكان اللي راه فيها الان؟ والله يا ناصر شوف في كرة القدم يا بات سكري، الاستقرار لازم الاستقرار يكون في الإدارة، في اللاعبين، في المدرب. احنا نشوفوا فريق، كنا نحوسوا على فريق قسنطينة، فريق اللي عنده تاريخ، فريق قديم، عنده جمهور محب الفريق تاعو. نقول لك حاجة بالك، الملعب توجور يلعب كي يكون يلعبوا السياسي كي يلعب على البريميول توجور ستاد ارشيكوم. نقولوا ديبيوت سيزون تاعو شفنا جاب اللاعبين، مشاكل في الاداره، لاعبين ما راهوش مرتاحين، اللاعب كيما عباك اللاعب دوكا على في اوروبا اللاعب مازال يديرو غير في القطن. علاش؟ باسكو نفسيا كون ما يكونش اللاعب مرتاح ما يدونيش، ما يكونش الاداء. حنا نشوفوا في قسنطينه اشاك فوا مشاكل مع المدرب، مشاكل مع الاداره، طروا بريزيدون اشاك فوا يروح بريزيدون يجي بريزيدون. انا نقول هذا خو انا اللي خايف على الفريق هذايا، باسكو علاه ما من اللاعبين، لاعبين عندهم لاعبين ذو مستوى. شوف امكني ولا شوف بن عياده عندهم لاعبين عندهم مستوى. انا
انا نقول لا استقرار في الاداره وفي المشاكل هذوما هما اللي خلاو الفريق شوف لي ريزولطا. يا با سيكري دون الفوتبول، الفوتبول عطيه له يعطيه لك. تكون اون ديسيبلين في الفريق، تكون تكون الاداره متماسكه، هذيك هي اللي تمشي. يكونوا المشاكل الفريق ما يمشيش. وماذا عن المدرب عمراني؟ ولا مدرب كما نقولوا ان انا نحييه، انك مدرب كبير، مدرب عنده خبره، وانه عنده خبره، ولكن صنع الفرق في عده صح سي ناصر المدرب وحده ما يقدر يدير والو. دوكا نتكلموا على في اوروبا ولا نشوفوا لي زيكزامبل في اوروبا، حنا ناخذوا اوروبا باسكو علاه نشوفوا هما في مستوى العالي. يتكلموا على المدرب، ما يتكلمش على المدرب واحد، يتكلم توتان ستاف المدرب، طبيب، سوانيور، ديريجون. حنا دائما المدرب، حنا المدرب نروحوا عليه، حنا ما عندناش هذيك الثقافه نخدموا كاع كيف كيف. انا والله ما نحبش هذيك تاع المدرب يقول لك هذا ادجوان وهذا يا اونترينا دي غارديان اون برينسيب، نخدموا توتان ستاف تعاونوا على الفريق هدايا. انا نقول قسنطينه، وكان حاجه نقولوا للمدرب نقول انا عنده الكوراج باش يحكم الفريق هدايا، باسكو على باله في المشاكل اللي كانت، الضغوطات اللي كانت حدثت له كذلك في فريق قسنطين. وهكذاك راح شد قسنطينه على باله فريق عنده لا بريسيون من جهه الغاشي، وعنده مشاكل كبار يا خويا. سي طري ديفيسيل، وانا ان شاء الله يخرجوا الفريق، باسكو ما يستاهل الفريق هذا يلعب لها ان شاء الله. ان شاء الله مباراه اخرى عثمان النصريه تاع نقطه ثمينه من سفوحي، والم يشار صرح بان هذه النقطه ستكون بمثابه الحافز لبقيه المشوار. شباب باتنا صفر، نصر حسين داي صفر. نبدأ بفريق نصر حسين داي. نصر حسين داي نقول لك حاجه، الجوله شفنا هنا الاداء اللي داه مع فريق المولوديه، شفناه ولي دار مقابله كبيره امام اتحاد الحراش كذلك، ومن بعد راح مع اتحاد الحراش وين ربح. انا نقول راه في حاله مليحه، وين زاد نقطه مليحه بور المورال، خاصه ملعب سفوحي ملعب صعيب، شفنا عده انديه انهزمت هناك من بينها اتحاد العاصمه. ولكن شفنا مولودي الجزائر ربحوا تما. انا نقول باتنا ما راهش باتنا اللي كان من قبل دوكا، مام هو يعاني من المشاكل تاع الماديه، شفناه عنده دي بروبليم فينونسي، ولكن نصر حسين دا عرفت كيفاش تبروفيتي لوكازيون وين جابت النقطه. نقولوا نصر حسين دا يرى في احوال مليحه. هل يمكن القول بانه فريق نصر حسين دا الان يركز على مشواره في كاس الجمهوريه؟ الى انتيغي، الى انتيغي باش يلعب على لاكوب دالجيري، وهي شغل هي راحت له العام اللي فات وهذا العام، وكاع الجمهور تاع نصر حسين داي يستنى يقول لك هذا العام ان شاء الله عنده كوب دالجيري. وهي علاش؟ وعلى عندهم اللاعبين، عندهم ومام فكان حاجه ناصر نولوا على نصر حسين داي في الميركاتو هذا رونفورسي بكالكو جوا اللي ملاح. انا شفت لوندمون تاع واسمو اللي كان في الحراش هذاك لافريكا، واسمو جابوا واحد جوار من تونس اصل تاعو تونسي، كذلك العرفي اللي كان في اتحاد الناصر. جابوا دي اللاعبين اللي عاودوا ولاو الاداء تاع كون نشوفوا نصر حسين داي الاداء تاعو في العوده هذا خير من لالي. ديبي سيزون ما كانش مليح، كان صعيب. وشفناه باللي فارق عاود ولا، ونقول باللي علاش الحظوظ تاعو مازالها ويلعب على كوب دالجيري. كوب دالجيري ما تعرفش كيفاش كوب دالجيري هي تخير شكون يديها. ولكن حظوظ الفارقين في البطوله، شباب باتنا نقولوا راه يعاني في مؤخره الترتيب او من بين الفرق اللي راهم في مؤخره الترتيب، ولكن نصر حسين داي نقولوا بانه قادر انه يضمن مكانته الموسم الفارط في رابطه او الموسم القادم في رابطه المحترفه الاولى. يقدر ناصر، شوف نقولوا كنا نتحدثوا عن نصر حسين داي، نقول لك بلي فريق نصر حسين داي اون برينسيبي يلعب في البريميرول، باسكو علاش؟ بفو الامكانيات اللي عنده، امكانيات كبيره عندهم تما، ما ماديا مرتاح. هذا اون برينسيب الفريق هذا يلعب غير لي 3-4 بريمير. روحوا عثمان بسرعه مباراه اخرى بين فريق اتحاد الحراش ومولوديه وهران، تعادل بطعم الهزيمه لاتحاد الحراش. نبداو باتحاد الحراش ثم نعود لفريق مولوديه وهران. الحراش شفناها الجوله الاخيره هذه، شغل ما راحتلوش يا لا كونفيونس، سورتو الخساره كونتر نصر حسين داي اثرت عليها بزاف، وكان زاد خسر اويكلو مع بلعباس في 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 المحمديه. يعني نقول في هذه المرحله العوده في مرحله العوده هذه كانت صعيبه على فريق الحراش. الحراش نعرفوا احنا بالمشاكل تاعها، اللي عندها مشاكل اللاعبين، نجيبوا لاعبين
بين شبان يكونوهم ثم يروحون يكون انا اقول الحراشه راهي المشاكل تاعها اللي تاثر عليهم مع الاول. ولا شفناه في ديبي سيزون ما بداوش مليح بعد فتره عودت بقوه جد ايجابيه ولكن في العوده الاخيره هذه راهي عاني بزاف وين شفناها تماما لا كونفيونس راحت له شويه. نروح لفريق مولودية وهران. يمكن القول بأن الفريق خضع نقطة ثمينة خاصة أن الفريق شهدناه في المرحلة الأخيرة يعني يعني يعيش أزمة نتائج. شفناه وي سي فري شفناه كان يلعب على الأدوار الأولى الآن شفوا مولودية وهران في المركز الرابع. والله يا ناصر الفريق هذايا شفناه دا ديبيوت سيزون كان مليح كان احنا كنا نقولوا ولا لامسيو كيما زعما كيما شوفوه وقت قايد ناصر وقت بوساسة وقت كان وين كانت لامسيو لا غروند ايكيب تاع لامسيو وين شفنا احنا كنا نجو نشوفوا لامسيو ولا تلعب كونتر عليه تشوف لو بو فوتبول اداء ونتائج وكذا. ومن بعد في العوده هذه شفنا الفريق المستوى تاعو هبط بزاف وين شفناه فقال في 3 ماتش دا نقطه برك. هاد الامور هذه انا نقول بالك تما لا كونفيونس بدا تمام الضغط على الجمهور نقدر نقول انا في مرحله الفريق وجهه. والله نقول لك حاجه يا ناصر بالك الضغط تاع الجمهور اللي دار لهم هكذا باسكو على الجمهور تكلمنا في بدايه البرنامج على الضغط قلت لي بانه شيف لوزاني حاول ان يبعد الضغط الجمهور عن فريقه ولكن نفس الشيء يبدو لي نفس الشيء يحدث لفريق مولودية وهران. ايه شغل دائما فريق شغل لمسيو ولا شغل طمع بزاف شفناها يتكلموا على اللاعبين قال لك عندهم مستوى كبير وصح عندهم لاعبين لاعبين شبان زاد رونفورصوا الفريق بان اللاعب كيما دلهم شفناه ماتاش يدي مستوى كيما نقولوا كبير وين شاك فوا يسلكهم يشدهم واحد دو بيناتي ولا نقولوا بالك فارغت كيما نقول امومون فارغ وواحد لازم يعرف كيفاش يجيره. انا جو بونس كو سي مع المدرب بالعطوي راح يعرف كيفاش يسير هذه النقطه هذه راح ترجع لا كونفيونس للاعبين. نتائج اخرى عتمد بسرعه شباب بلو زاد هدف دفاع تجنات صفر الشباب في الدقائق الاخيره ولا غير كيما نقولوا نتكلموا على هذا الشباب الوزداد نقول لك باللي شباب الوزداد امام لي ديكلاراسيون تاع بادو زاكي وين قال لك باللي المشاكل الماديه ولي بروميس اثرت على اللاعبين هذو باسكو علاش شفنا لاعبين الفريق السير بي او دولا ما مورالمو كان مرتاح في لي بروبليم اللي عنده داخليه ماديه بوكو بلوس ماديه بروبليمهم باش يعطوا لهم دراهم ما عطاولهمش اثرت عليهم ويسجلوا الدقائق الاخيره. انا نقول الامور كيما هذوما الفريق لازم يخدم شوف الفريق باش ينجح لازم يخدم بارتياحيه هذه هو هذا ومن مدرب صرح بها هكذا. شبيبه القبائل صفر شبيبه صوره صفر. انا نقول في شبيبه القبائل مازال في المشاكل تاعها هكذا الفوز الكبير في منافسة الافريقيه ولكن في البطوله نقول لك راهي عانه نقول لك على خوف على شبيبه القبائل اذا كمل هكذا يلعب لها شفنا شبيبه صوره قدام مباراه في القمه الشباب صوره يعرف كيفاش يجيري لي ماتش تاعو ليكستيريو الفريق عنده كما نقولوا بدا تما تروازيام اني تاعو في ناسيونال اون. انا نقول باللي داي خبره وين يلعب الازير سريع غليزان هدف مولودية بجاي صفر سريع غليزان وين شفناها نحاولوا سي بوان دي بيتي ردت فعل الفريق ردت فعل انا خلعني هذا الفريق هذايا وين شفناه ويدي مع مدرب شاب وين ويدي دي بوط او داير بطوله في مستوى مام في راه مام في الي ستاب كذلك الي ستاب فريق انا نقول فريق تاع ودا ستامبل وين في داخل الديار يربح على الاكستيريور يعرف ينيغوسي لي ماتش تاعو ميم الاداء تاعو راه مليح تما يدي او نشوفو يدي تما لي ماتش تاعو ان بو فوتبول. نعم اذا مستمعينا الكرام نصل الان الى ترتيب رابطة المحترفة الاولى موبيليس نجد في المركز الاول الفاق سطيف ب 38 نقطة المركز الثاني اتحاد بلعباس ب 36 نقطة المركز الثالث يتقاسمه كل من اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ب 34 نقطة في المراكز الأخيرة نجد كل من سريع غليزان ودفاع تجنات ب 20 نقطة شبيبة القبائل ب 18 نقطة والمركز الأخير مولودية بيجاية ب 13 نقطة.
نصل الآن مستمعينا الكرام إلى الفقرة الأوروبية، ولكن بعد هذا الفاصل. البطولة الأوروبية. لنيبا والغني il faut ce genre de but dans un derby de Manchester, il faut un héros et ce héros c'est Wayne Rooney. إذن مستمعينا، في هذا العدد سنتحدث عن نتائج دوري أبطال أوروبا في دوره الثمن النهائي. عثمان، نبدأ بالمباراة الأولى بين بورتو واليوفي. اليوفي يضع قدم ونصف، إن صح هذا التعبير، نحو الدور الربع النهائي. كيف شفت هذه المباراة بعد عودة اليوفي من البرتغال بفوز 2-0؟ لا، نتحدث عن الفريق اليوفي، فريق كبير اللي عنده تقاليد في كرة القدم وإن عنده ألقاب كبيرة. انا جو بونس كو ريزولطا هادي ما كيما نقولوا ما سي با اون سوربريز، ما سرقهاش و اون فيكتوار ميريتي. ميم بورتو ما ناش نشوفو في احلى احوال، ونشوفو هذا الموسم هذا ما راهش ابراهيم يؤدى مباراة في المستوى لا لا ابراهيم في الجولات الاخيره كفريق شفناه غائب غائب، ولكن لان دونا نتحدثوا على ابراهيمي الجولات الاخيره هذوما عاد فيه بقوه وني فير بولوي. كيفاش تشوف مباراه العوده؟ هل بإمكان البورتو انه يفاجئ فريق اليوفي في سيطري ديفيسيل؟ سيطري ديفيسيل، خاصه انه فلسفه الكره الايطاليه تعتمد كثيرا على الدفاع، امر صعب على فريق بورتو. سوتو فريق لايوفي لي فريق لي كما نقولوا فريق كبير، تما عندهم لاعبين كبار، وانا جو بونس كو اللي حبيت كاليفيا يدير ريزولطا في اللالي. نعم. اثمان، نروح لمباراه مجنونه بين مانشستر سيتي وموناكو، 5 أهداف مقابل 3، مباراه شهدت عوده السيتي بقوه خاصه في الشوط الثاني. والله يا ناصر، اللي ما شافش اللقاء هذا ماشي يشوف كره القدم. مباراه في القمه. نقول لك حاجه ناصر، كي شفت انا اللقاء هذا قلت انا يا ولينا نشوفه، قلت انا يا لازم باش تدخل في التيران كيما هكذا لازم تكون عندك ريتم عالي بزاف. عاد وزيد ميم لي كارطون كان لونجاجمون فيزيك كبير، نقول لك وقيلا سكيل باري وقيلا 14 16 بطاقة صفراء. هنا تبين باللي شغل، ما نقولوش الخشونه، تما نقولوا لونجاجمون فيزيك، اندفاع بدني، اندفاع بدني كبير. ونقولوا باللي مانشستر عاد بقوه، وين موناكو كان منهزم. يمكن قالوا بانه فريق مانشستر سيتي دار ريتم انجليزي في الشوط الثاني، لذلك شفنا ان فريق بورتو او فريق عفوا موناكو في الشوط الثاني شفناه نهار، مش غائب ولكن منهار. هذيك يطلع له الريتم، لعب بالريتم اللي حبوه هو. مانشستر سيتي يطلع الريتم الى اكزيجي لو ريتم تاعو، موناكو ما قدرش يشد. انت فريق اذا تلعب دوك انا تلعب كونط ليكيب فيتيرون وانت مازالك شاب، تلعب بالريتم تاعو تبقى تساعده هو. ولكن اذا طلع له الريتم، شفنا هنا مانشستر سيتي الى امبوزيسيون ريتم دار ريزولطا، وين موناكو حبس دوزيام ميطون. شفنا عوده لعب الكولومبي فالكاو، يعني نقدر نقول بان هذا اللاعب عاد المستوى، نقول سجل هدف في المستوى رغم انه ضيع ضربه جزاء قبل هذاك الهدف. بيان سور، انا نشوف اللاعب هذا يقدر يعود ولا الامكانيه تاعو ويسجل هدف. انا بعد الفتره الصعبه اللي كان في مانشستر يونايتد ثم مانشستر بعد الاصابه ثم نادي تشيلسي. مباراه اخرى عثمان، باير ليفركوزن واتلتيكو مدريد. لاتلتيكو يبدو انه لن يجد العناء لبلوغ الدور القادم في مباراه العوده. والله اتلتيكو فريق، نقول لك حاجه بالك، هو يصنع اللاعبين، وين شفناه بالمدرب تاعو مدرب كبير، وين انا جو بونس كو ريزولطا هادي ماهيش ريزولطا كيما نقولوا ما جاتش سهره، هذا مفاجاه. فريق كبيره وشوفوا وفريق مكون، ولكن حتى باير ليفركوزن فريق كبير راه يؤدي في البطوله ويؤدي مباراه في القمه. مي شغل انا نقول الاتلتيكو كان احسن منها، كان قوي. كيفاش تشوف مباراه العوده؟ لاتيتليكو، ما سالتكش على مباراه العوده بين السيتي وموناكو، كيفاش راح تشوف المباراه؟ هذه صح في العوده هذه شغل اللقاء. نقول لك حاجه، مانشستر سيتي مام هما يصعب لهم اللقاء باسكو على 5-3. نقول لك 6 أهداف اللي سجلهم فريق موناكو قدرت تصنع الفارق في مباراه العوده. بيان سور، هذه شغل هنا تولي تكتيك، تما لي زون تولي بين لي زون درينر، وين كيفاش يعرف كيفاش يبريباري اللقاء تاعو. باسكو على لو ريزولتا تاع 5-3 ريزولتا كما نقولوا بياج ماوش ساهل.
فهمتني صعبه مام على مانشستر سيتي. نعم. يعني 2-0 اللي صالح موناكو يجوز موناكو. مباراه تاعت الباير ليفركوزن واتليتيكو مدريد. اتليتيكو انا نقول دار خطوه كبيره في الدوري القادم. مباراه اخرى اتمنى ريال بيتيس 2 ليستر هدف، نتيجه تجعل مباراه العوده مفتوحه على كل الاحتمالات. بيان سور هذه 2-1 قادر ليستر يسجل هدف في جوج، ولكن نشوفوا ليستر في الدفاع تاعو يونكيسي بزاف مام في الملعب تاعو مام في البطوله ما ماشي في مباراه قويه وين شفنا مام اللاعبين المستوى تاعهم نقص شويه غير المحرز غير زفاردي مام هو ذهب اللعب كونتي هكا كونتي خلى فارق كبير وكان واحد النقطه زيد المدرب اقاله كلاوديو راني هذه اللي كنت راح نسالك عليها هل ستؤثر على الفريق في مباراه العوده خاصه بفريق تشامبيون بمنافسه تشامبيونز ليج وبمشوار البطوله خاصه ان الفريق يعاني في مؤخره الترتيب. والله يا نصر مرحله اللي راه فيها ليستر صعيبه جدا شفناها في البطوله ما شي يدي لقاءات كبار وين مام في الكلاسمون تاعو ماهوش مليح زاد ذهاب المدرب انا نقول ذهاب المدرب اللي جاب لهم شامبيون العام اللي فات وين هما اللي صنع الفارق. اقاله المدرب في هذه الفتره هل نقدر نعتبروها انها مجازفه من اداره فريق ليستر سيتي ولا غير مجازفه؟ نقول لك علاه ناصر هو سكيل باري هضروا مام حنا عندنا اللي يقولوا باللي شغل اللاعبين هما اللي كادر تاع الفريق هما اللي تما داروا رينيو مع الاداره باش يروح الاسباب انا نقول انا حاير في حاجه نقطة تبقى نقطه الاستفهام كيفاش هذا المدرب اللي دار موسم استثنائي وليستر واحد ما كان يعرفه واحد ما كان فريق صغير ولا طيله الكبار ولا يهضروا عليه ولا دا بطوله في اقوى دوري في العالم في العالم وين خلق منها لاعب محرز احسن لاعب في انجلترا بيني لو نهار انت تنحيه هذا انا نقول لك بالك كاين بروبليم داخلي اللي ما نعرفه لين انت الان. المدرب رانيري صرح بعد هذه الاقاله قال بانه او قبل هذه الاقاله قال بانه وصلتني عروض من انديه كبيره في اوروبا ولكن لم اقبلها بسبب وجودي في فريق ليستر لانه فريق ليستر عنده مشروع بناء فريق قوي. هذه هي شغل الان شوفوا الادارات تقيل شوف لا ديكلاراسيون برك تاع المدرب هنا تفيق كان عفايس مورها فهمتني شغل هو كان مرتاح في الفريق هذايا كان يخدم الاز وين شفناه باللي مام الجروب كان عاجبه اللاعبين ما عندهمش اسماوات كبار وكذا وبعد بيلي لو نهار نحاوه كان امور داخليه انا نقول بالك بينه وبين رئيس النادي ولا باسكو علاش ما مجبدو كالكو لاعبين قال لك هما اللي نحاول لي كادر تاع الفريق هو اللي نحاول المدرب انا جو بونس با تكون هذه. المهم تبقى نقطه استفهام وربما سنعرف الاجابه في الايام القادمه. اذا مستمعينا الكرام نصل الان الى فقره مختلف الرياضات ولكن بعد هذا الفاصل. مختلف الرياضات. توفيق الجزائر في البداية ذهب توفيق مخلوف يا سلام. إذن مستمعينا الحديث لهذا العدد في هذه الفقرة سيكون عن كرة السلة حيث وبعد عقد الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت يوم السبت بقاعة المحاضرات لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف انتخب السيد علي سليماني رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم لكرة السلة للعهدة الأولمبية 2017 و2020 حيث حظي السيد سليماني المرشح الوحيد لهذا المنصب بإجماع الأعضاء الذي يبلغ عددهم 70 عضوا وفور انتخابه على رأس الاتحادية صرح السيد سليماني على أن تولي هذا المنصب أملته الوضعية الصعبة التي تعيشها كرة السلة الجزائرية بالإضافة إلى إلحاح أعضاء الجمعية العامة. يذكر أن السيد علي سليماني سبق له أن تولى هذا المنصب قبل 20 عام من الآن وبالضبط سنة 1997. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد. لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي في هذا العدد عثمان عميرات على حضوره معنا. شكرا عثمان. الله يسلمك خويا ناصر ونشكركم. كلمة أخيرة واش نقول لك؟ نشكركم على الاستضافة وإن شاء الله تمنوا الراديو هذه النجاح إذاعة المستقبل كما نقولوا الاستمرارية والنجاح إن شاء الله.
ربي يوفقكم إن شاء الله. ربي يحفظك. الشكر موصول إلى الفرقة التقنية التي سهرت معكم هذه الأمسية بقيادة طارق وأنيس. قبل الختام، أسرة البرنامج تتقدم بتعازي الحرى إلى رئيس مولودية وهران إثر وفاة ابنته رحمها الله، وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان. أما أنتم مستمعين، نضرب لكم موعدنا الأسبوع القادم. ابقوا أوفياء لإذاعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصاد الرياضي. رياض معرض، رياض إيران، رياض البطولة الوطنية. بهي نفسه ورايح. البطولات الأوروبية. لنيبا والغني. Il faut ce genre de but dans un derby de Manchester. Il faut un héros et ce héros c'est Wayne Rooney. ومختلف الرياضات. ذهب 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 توفيق مخلوف يا سلام. الحصاد الرياضي كل اثنين مع ناصر غيمي.